واو رايح جاي اهو كده ويبص ازاي اهو كده كده اهو واهو رايح جاي اهو كده كده اهو ويقف ويقول لا هي انا هو لا 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 يا لا يا لا 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 يا لهوي وتخفف نظارة انت يا بجب يعني في الحمام ايوه يا ابي انا تعبان لا عامل ايه اروح عند الجيران ولا اتصرف ازاي واو رايح ويقف ويقول لا هي طب اطلع شوية وبعدين ارجع خش تاني لا لي لا لي لا لي يا لا يا لا لي لا لي ايه لا لا اسمع الكلام بلاش العند ده بقول لك ويبص ازاي تعرف الصبح انت يا ست فوزية قوم يشوف اخوك اللي مبرطع في البيت زي ما يكون ورثه عن باباه مش كفاية مستحمله من صغره وعايش معايا عارفني والله لو حاتم ابني كان زمان رميته بالشباك ايه بتزعق كده ليه انت كده هتصحي الولاد فيها ايه يعني لما يستحمى ما انت عارف ان حازم اخويا طول عمره بيموت في النظافه ويا ريته بينضف يا اختي والله لو استحمى كل ثانيه ما هينضف ابدا ده لازم يغير جلده كله يوه يوه عليك يا نجدت هتفضل طول عمرك حنبلي كده يا هانم عندي ميعاد مهم جدا مع السيد مساعد وزير الداخليه وتاخرت عليه بسبب عفانه اخوكي زمان الوزاره مقلوبه يا سلام وهي يعني الوزاره هتطير يا اخويا طب ما انت ملتزم على طول وكل يوم بتروح في ميعادك فيها ايه يعني لما تتاخر يوم هيكون فيها ايه بتقول حاجه يا نجدت لا بدعي لك انت واخوك دفعه واحده نامي يا لو حسين فهمي صباح الفل يا جوز اختي عسل صباح الفل يا ابي صباح الطير صباح الباب ساعة ونص في الحمام ما انا قلت لسعادتك يا ابي اعمل لي حمام في اوضتي بس سعادتك بخلت عليا قاعد ساعة ونص وطالع الريحة هي هي ادي وراثة يا ابي دي الريت قريب قوي هتسمع اخبار كويسة يا فندم يا فندم ده فرقعات جرايد وسيادتك عارف جرايد المعارضة طبعا طبعا مع السلامة يا فندم صورتك منورة الجرايد يا نجدت شفتها يا فندم بس وحياة أولادي اديتهم صورة كبيرة لسعادتك ما نزلوهاش الجبنة لحسن حظك إنها ما نزلتش مع الكلام البايخ اللي سعادتك صرحت بيه فبركة يا فندم فبركة حضرتك عارف جرايد المعارضة هو يعني علشان شوية عيال بايظة بتشرب مخدرات في جامعة يلبسوها فينا احنا وبعدين موضوع الطوابع ده مش جديد ولا حاجة ده معروف في العالم كله يا سيادة اللواء بدل ما تبرر الكلام شوف شغلك وبعدين يعني هو انا ملاحق على اللي ورايا عشان اسيب شغلي وانزل احليك مشكلة جامعة الصفا دي يا ريت يا فندم عشان نشوف سعادتك كتير بدل ما تشوفني يا ريت تشوف شغلك بقالك شهور ومش عارف تحل المشكلة دي اقتحمت الجامعة ثلاث مرات ما وصلتش لحاجة ما نبنى بس غير وجع الدماغ من أبهات العيال دول الموضوع ده لو ما خلصت يا نجدت مش هيبقى في صالحك وانت فاهم كده طبعا فاهم يا فندم فاهم وده اللي خلاني أجل ساعتك دلوقتي أنا يا فندم عندي خطة ما تخرش المية ايه الخطة يا نجدت تقول وخلصني حاضر يا فندم حاضر احنا هنجيب ضابط متخرج من دفعه جديده ونزرعه في الجامعه وسط العيال المشتبه فيهم عشان نعرف السكه اللي بيجيبوا منها المخدرات ونمسكهم وهم متلبسين عشان القضيه ما تطلعش بايظه والدنيا كلها تعرف ان انا قصدي ان سعادتك انهيت المهزله دي برافو يا نجدت برافو كنت مخبي الاقتراح الهايل ده فين انا كنت شغال عليه في صمت بسعادتك برضه اللي علمتنا كده يا فندم بس عشان ننفذ الخطه دي محتاجين ضابط محنك عنيف ضابط حديث التخرج بالظبط يا فندم هو ده اللي رعيته وانا بختاره طب فين الضابط ده؟ ها؟ هو موجود يا فندم موجود بكره الصبح يكون في مكتبي دلوقتي انا هتصل بالوزاره بلغهم الخطه عشان يهدوا شويه ما نستنى شويه يا فندم عشان السريه السريه توريطه الو؟ فين الوزاره بسرعه طب اسمعي النكته دي واحدة متهمة عندي في الأداب ابنها بيقول لها ماما ماما أنا بحبك قوي يا ماما قالت له خلينا أصحاب أحسن
ايه اللي معارك هنا حيوان انت؟ اسف يا ابي، انا لقيت حضرتك اتاخرت، قلت انا اعمل شويه تليفونات مهمه. شويه تليفونات من تليفون الشغل؟ فاهم نفسك انك في بيتكو؟ حاجه غريبه. ايه يا جماعه، يلا جهزوا بسرعه وتعالوا لي، مفيش وقت. حازم امشي دلوقتي من وشي لحسن، انا عفاريت الدنيا بتتنطر في وشي ومش طايق اشوفك. انت هتقرفني في البيت وهنا كمان؟ انت ايه اللي جابك اساسا؟ مش حضرتك اللي قلت لي تعالى ورايا على الاداره يا ابي؟ قلت لك 100 مره ابي دي هناك عند اختك فوزيه في البيت، هنا على سياره اللواء، فاهم يا ابي؟ قلت لحضرتك 100 مره انقلني عندك في المخدرات واستفيد من حماسي. حماس ايه ونيله ايه؟ استنى لما اشوفك هتعمل ايه في قضيه سينما السيارات يا اخي. ما تقبضش على واحده وهي بترضع ابنها. ما هو يا حبيبي يعرضوا افلام. استنى بره يا حازم، استنى بره يا حازم. افلام؟ استنى بره. اسف يا باشا. ايه يا جماعه عملتوا ايه؟ تمام يا فندم، حضرنا صور ضباط دفعه 2001 زي ما حضرتك امرت، وفاضل ان سعادتك تختار الراجل المناسب للمهمه. كويس، فرجونا الصور بقى بسرعه. يا رب. ايه يا جماعه ده؟ في ايه؟ احنا عاوزين ضابط نزرعه وسط طلب الجامعه مش وسط مجرمين.